إن شاء الله اليوم نكمل في محاضرات اللي هي Component of Optical Instrument، إن شاء الله قدر الإمكان نخلصها اليوم ونبلش في التشابتر اللي بعده اللي هو UV Spectrometry، الابليكيشن اللي UV Spectrometry، أنواع أجهزة الـ UV Spectrometry. السلايدات نزلت لكم إياها على المودل، التشابتر القادم المفروض نبلش فيه اليوم. بالنسبة للكويز كان علاماتكم جيدة، يعني الأفرج كان حوالي 7.5. اللي عنده أسئلة على الكويز إذا كان في مجال في نهاية المحاضرة أو يوم الجمعة إن شاء الله، محاضرة الجمعة، ممكن إنه اللي عنده سؤال معين ما فهموش إنه نحله مع بعض في محاضرة الجمعة. طيب نبلش محاضرة اليوم. وقفنا المحاضرة الماضية عند تحضير الـ KBR أو الـ KBR ديسك لـ IR. إحنا حكينا عن السامبل سيل في الـ UV واللي هم الـ كيوبيت وأحجامهم وأطوال الباتلينج. في الـ IR، الـ IR ما بزبط نستخدم جلاس أو ما بزبط نستخدم جلاس أو نستخدم كوارتز. وفي نقطة مهمة جدا في الـ IR إنه إحنا ما بزبط نستخدم سولفنت زي الووتر أو زي الإيثانول أو أي مذيب ثاني، لأنه المذيب نفسه له امتصاص في الـ IR، مش زي الـ UV. راح نتعلم في الـ UV معظم المذيبات اللي بنستخدمها ما بتمتص في الـ UV. يعني إذا نتذكر كان عندنا سامبل سيل هيك وبيطلع عليها الضوء، بصير في عندي هنا P وهنا بي نوت، راح نتعرف هذا اكثر في الشابتر الجاي. لكن الامتصاص، الفرق بين او العكس، هاي البي نوت هون والبي هون. الفرق بين البي والبي نوت هو امتصاص الانالايت داخل السيل، لكن هاي احنا بنكون مذوبينها مثلا في مي، فالمي ما له ابزوربنس في منطقه اليو في، علشان هيك بزبط اني استخدمه في اليو في. يعني لو كانت المي لها ابزوربنس في اليو في ريجن، معناته هذا ما بزبط السيت اب، لانه معظم الامتصاص راح يكون من المي، انه هي اكثر جزيئات موجوده في المحلول هي المي مش الانالايت. يعني انا بحط حوالي 20 30 ملغ في السامبل، لكن الباقي بيكون عباره عن مي. في الاي ار المشكله انه انا الووتر والسولفنتس لها امتصاص، زائد انه الجلاس نفسه له والكوارتز له امتصاص في منطقه الاي ار. فالحل كان انه انا استخدم مواد ما بتمتص في الاي ار، واغلبها هم الكي بي ار، الان اي سي ال، الان اي بي ار، الكالهلايد مع الميتالي ايرث، يعني بوتاسيوم صوديوم مع كلورايد او برومايد. هذول المواد طبيعتها لما تنكبس بيطلع شكلها زي الترانسبيرنت. هسه راح نشوف في السلايد القادم صوره، او تلاحظوا هذا الديسك. لما اكبس انا على بريشر عالي، اكبس ال NaCl، بقدر احوله لشبه ماده منفذه للضوء المرئي. فعلشان هيك طريقه تحضير عينه الاي ار، فالكي بي ار ديسك هاي طريقة تحضير للـ IR sample. اللي بصير ان انا هنا اذا بتطلع الصورة الاولى، بجيب KBR وبجيب السامبل اللي هو الانالايت بنسبة تقريبا 1%. يعني اذا بحط 100 ملغ من الـ KBR بحط 1 ملغ من الانالايت. فبالعادة انا بستخدم علشان يكون الطحن مناسب، بس هذا الحالة 300 ملغ
من الكي بي ار و3 ملي جرام من الانالايت. هيك بكون انا حضرت تقريبا 1% من الخلطه هاي. مع الخلطه زي ما انت شايفين طبعا على الميزان بروح بوزن 300 ملي جرام من الكي بي ار وبوزن 3 ملي جرام من الانالايت، بخلطهم مع بعض كشكل بودره زي ما هم سوليد زي ما انت شايفين في الصوره هاي، واطحنهم بحيث انهم يصيروا ناعمين وهوموجينيس تماما. بعدين بروح بنقلهم على هذا المكبس. طبعا هاي الصوره، الصوره رقم 2، هاي الصوره رقم 3، هاي الصوره رقم 4، هاي 5، هاي 6. الصوره رقم 2 هي نفس الديفايس هذا اللي شايفينه رقم 3، لكني انا نازع هذا القطعه وحطيت البودره هاي اللي جبتها من هون نقلتها جوا الجهاز هذا اللي هو زي الأداة للكبس. بعدين بحط هذا القطعة المعدنية، بعدين بنقولها داخل المكبس. هذا مكبس هاي شايفين هون بقدر يكبس حوالي 10 طن باستخدام هاي العتلة. أتوقع هاي راح تعملوها أنتوا في المختبر. بكبس حتى أحول هذا السوليد إلى ديسك زي ما أنتوا شايفين. هسا هذا الديسك 1% منه الأنالايت، 99% منه كي بي ار، لكن الكي بي ار ما له امتصاص في الاي ار. فانا بنقول هذا الديسك زي ما انتم شايفين بحطه هون، وهون هذا الديسك ترانسبيرنت. هون راح احط هذا الجهاز كله على جهاز الاي ار، وهون راح يمرق ضوء الاي ار يخبط هون ويطلع من هاي الجهه. تمام، ان شاء الله يوم الجمعه راح اوريكم فيديو لعمليه تحضير الاي ار ديسك، وان شاء الله راح تتعلموه انتم في المختبر. لكن الفكرة انه انا محتاج حامل سوليد للعينة اللي انا بدي اقرأ لها الاي ار، ما بزبط جلاس، ما بزبط كوارتز، ما بزبط اذوبه في سولفنت. فالحل كان انه انا اخلطه كسوليد مع كي بي ار. ليش الكي بي ار بالذات؟ لانه كي بي ار او الكي سي ال او الان اي بي ار كلهم هذولا ما بمتصوا في الاي ار. بعدين بستخدم مكبس، هذا المكبس على 10 طن بكبس بسوي ديسك، وهذا الديسك بحطه على الحامل هذا اللي هو آخر صورة رقم 6، وبعدين بقرأ جهاز الآيار. طبعاً بالصناعة الدوائية كل مادة بتصل على المصنع لازم أفحصها آيار. شو يعني؟ أنا ممكن يكون يصلني باراستامول 100 كيلو، يمكن يكون كل 5 كيلو في الدرم، فيمكن يصلني رم يعني برميل، يمكن يصلني 20 برميل. علشان أتأكد إنه كل برميل بيحتوي باراستامول صحيح زي ما هو مكتوب على الليبل، لازم واحد من متطلبات الفارماكوبيا إني أخذ عينة من كل برميل، وكل عينة أعملها هذا العملية اللي أنتم شايفينها قدامكم أفحصها IR. IR تول مهمة جدا في الايدنتيفيكيشن للكومباوند، راح نتعلمها اثناء دراستنا للتشابتر الاي ار. لكن الاي ار بثبت لي انه هاي الماده صح باراستامول او غلط. فتخيلوا لو كان عدد درامات الواصله 100، انت مطلوب منك تفتح 100 درام تاخذ 100 عينه تدخل في هاي العمليه. فعلشان هيك في كثير من مصانع الادويه في بيكون واحد اخصائي في الاي ار، مهمته الرئيسية إنه يجمع عينات من البراميل ويعمل لها هاي العملية. طبعاً مع الخبرة هاي العينة ممكن تأخذ مع الشخص حوالي 3-4 دقائق، لأنه الكبس هذا مرات بزبط مرات بزبطش، ممكن هذا ديسك يطلع بيرفكت أو ما يطلع بيرفكت. كتلخيص زي ما وريتكم هون، 1 ملغرام طبعا 1 لـ3 ملغرام، يعني لانه النسبه 0.1 لـ1%، لكن اي نسبه بيناتهم مناسبه. لو اخذت 1 ملغرام على 100 مل، 3 ملغرام على 300 ملغرام بير مل بنفع. بستخدم المورتر اند بيستل، بطحنهم بسويهم هوموجينيوس، بعدين بستخدم بريشر بحضر الكي بي ار ديسك. زي ما انتم شايفين ان اس ال كي بي ار هذا بتكون سوليد، لما اكبسها تحول لديسك شفاف ممكن استخدمه في الاي ار سامبل.
لكن من يعني 5 إلى 10 سنين وجاي الطريقة الأكثر استخدامها اسمها Attenuated Total Reflectance ATR. إن شاء الله يوم الجمعة ممكن أوديكم عنها فيديو سريع. مش راح أحكي كثير عن هذا التكنيك إلا أنه هذا التكنيك بيستخدم كريستال معين عادة قد يكون دايموند. هذا بسمح أنه أنا أستخدم العينة كما هي بدون KBR ديسك، بدون ما أحضر الديسك مباشرة، بحط العينة على سطح كريستال معينة مباشرة بقرأ لي الIR ديسك. فالAttenuated Total Reflectance أو اختصارا ATR هو طريقة لقراءة IR للعينة لكن بدون ما أنا أعمل KBR ديسك، مباشرة بحط السامبل زي ما هي على كريستال، والشغل بيكون عبارة عن ريفليكتنس. زي ما انت شايفين هنا الاي ار بدخل في جزء بسيط من العينة وبنسمن له ريفليكشن. ان شاء الله يوم الجمعة بشرح لكم اكثر بالفيديو عن هذا الموضوع. موجود هذا الجهاز عندنا في الجامعة، يعني هاي الصورة للجهاز موجود عندنا داخل جامعة الزرقاء. زي ما انت شايفين الكريستال هي هون. ببساطة لو بدي اقرأ اي عينة اي ار، مجرد اني احط العينة هون واروح على الجهاز اقرأ الاي ار، فبسهولة وبسرعة صار عندي قراءة الاي ار. لان واحدة من مشاكل الكي بي ار ديسك كانت صعوبة العمل في كبس الاي ار، وان شاء الله راح تتعلموا هاي الصعوبة خلال المختبر. راح تكبسوا الاي ار ديسك وتشوفوا قديش الموضوع مش بالبساطة انك تحضر الكي بي ار ديسك. فهنا الادفانتج الاهم، ادفانتج للاي تي ار، كانت انه faster than KBR disk. طبعا واحدة من limitation لل KBR disk انه انا اذا كانت العينة liquid صعب اني اعمل خلط بال KBR disk واكبسه، فمضطر اعمل techniques ثانية مش راح اشرح لكم اياها هون. لكن في حالة ال ATR اذا كانت العينة solid او كانت liquid تزبط انها تنحط direct على الجهاز اللي هو ال ATR IR spectroscope. هذا ملخص للماتيريال المستخدمة في السامبل سيلز. تذكروا حكينا الجلاس والكوارتز واستخدموا في حالة الفيزيبل واليو في. في حالة الاي ار اذا بستخدم ان اي سي ال او كي بي ار التنين ترانسبيرنت في منطقة الاي ار ومنطقة اليو في فيزيبل. زي ما شفتوا الكي بي ار ديسك نفاذ للضوء المرئي، لكن ما بزبط يكون عندي سامبل سيل NACL أو KBR أحط فيه سولفن زي المي لأنه راح يذوب فيها. فبالعادة بستخدم الجلاس والكوارتز لليوفي، بستخدم NACL والKBR للIR سبكتروسكوبي. آخر قطعة في جهاز سبكتروسكوبي أو جهاز سبكتروميتر هو الديتكتر. الديتكتر حكينا هو اللي بيحول الضوء الى سيجنالز ممكن الجهاز يقراها ويحولها لارقام مفيده لنا. الاداه اللي بتستخدم كديتكتر اسمها ترانسديوسرز. هذا ترانسديوسرز يعني ترانسديوسرز هو الديتكتر او هو التكنيك اللي يستخدم لتحويل الراديشن الى سيجنال. فهذا الجهاز الترانسديوسر هو ديفايس كونفيرت راديانت انرجي انتو الكتريكال سيجنالز باستخدام الفوتو الكتريك افكت اللي حكينا عنها في المقدمة، انه انا سقوط ضوء على سطح معين بيؤدي الى اطلاق الكترونات. فهو اما يكون في عندي فوتو ترانسديوسر اما يكون عندي ثيرمال ترانسديوسر. في ترانسديوسرز حساس للضوء وفي ترانسديوسر حساس للحرارة. هذا أكثر شيء بستخدمه في الآي آر وهذا بستخدمه باليو بي فيزيبل سبكتروسكوبي. فالترانسديوسر عنده أكتف سيرفيس أبزورب راديشن أند إيميت إلكترونز. هو كل هاي التعريف لنفس الفكرة اللي هي فوتو إلكتريك إفكت، وهذا له اسم اللي هو فوتو إلكتريك سيل. في المقابل الثيرمال ترانسديوسرز بيحول الهيت الى كرنت او الى سيجنال. هسه راح نشوف بالتفاصيل
عن كل واحد فيهم. لكن الديتكتر علشان يكون ايديال، يعني شو هي مواصفات الديتكتر الامثل؟ اول شيء الهاي سنسيتيفيتي، يعني لو كانت السيجنالز الواقع عليه قليله جدا فهو بتحسسها الديتكتر. فكل مكان سنسيتيفيتي الديتكتر اعلى، يعني كل مكان حساسيته لكميه قليله من الضوء، يعني اذا كان عندي انا عينه وعينه، كل مكان الانالايت كميته اقل، كل مكان الابزوربنس اللي راح يشكله هذا الانلايت اقل. فانا بدي الديتكتر قدر الامكان تحسس اقل كميه ممكنه من الانلايت يكون له هاي سنسيتيفيتي. كمان بده يكون له هاي سيجنال تو نويز ريشيو، تذكر هاي اس اوفر ان، هاي سيجنال اوفر نويز او سيجنال تو نويز ريشيو، اللي هي يكون له ريسبونس عالي للانلايت وله النويز قليل جدا. النويز اللي هو الريسبونس للجهاز، تذكروا من التشابتر الماضي ريسبونس الجهاز لما ما يكون في عينه. يعني تخيلوا انه انا الجهاز مش حاط في انا هون البي والبي نوت، لو كان هذا الجهاز ما هو في موجود عينه هون، الاصل انه الديتكتر اللي بيشوف يشوف هون صفر، هون يمكن يشوف الابزوربنس، شوف مثلا 0.23، الاصل انه هذا شوف الابزوربنس صفر، لكن لو كان في نويز معين ممكن اشوفه 0.01، ممكن اشوف 0.1 حسب نوع الجهاز. فقدر الامكان ان يكون في عندي هاي سيجنال تو نويز ريشيو، بما معناه ان يكون النويز قليل. الايديال ديتكتر عاده قدر الامكان يكون له كونستانت ريسبونس اوفر ماني ويف لينث، يعني انه يكون حساسيته لل 250 نانومتر زي ال 230 زي 320، يعني انا بدي اشتخده مثلا 200 لحد 700. فانه يكون الديتكتر بيعطي حساسيه واداء ممتاز على اي ويف لينث من هذول. تذكر حكينا احنا نعمل سلكشن للويف لينث، نختار بين ال 200 وال 400، بنختار مثلا ويف لينث معين، بنختار 210 220 230. فانا الايديال ديتكتر الاحسن يكون انه الريسبونس تبعه ثابت، اداؤه ثابت باختلاف الويف لينك. برضه لازم يكون له فاست ريسبونس تايم. ممكن في ديتكترات قديمه كانت اضع العينه تاخذ نص دقيقه دقيقه قبل ما يعطيني الرقم. كل ما تقدم التكنولوجيا صار سرعه قراءه الابزوربنس تصل لاجزاء من ثانيه، فكل ما كان الريسبونس تايم اعلى. يعني بايش يعني ريسبونس تايم؟ يعني لما احط العينه في الجهاز يقرا لي الابزوربنس بسرعه. طبعا السيجنال هاي الاس تساوي هاي مش كمل هنا ديتكتور سيجنال. القدر الامكان زي ما حكينا عشان اخفف النويز انه الريسبونس يكون صفر لما يكون ما في لايت. راح نتعلم في الشابتر الجاي انه في جزء من الانسترومنت بيؤدي الى شويه ايرور. ليش؟ ممكن يكون تذبذبات الكهرباء في الديتكتر او في الجهاز تؤدي الى انه يكون في قراءه حتى لو ما في ضوء او ما في عين. والخاصيه الاخيره انه يكون السيجنال بروبورشنال تو باور، وهي نقطة مهمة انه كل ما زادت الباور اللي جاي من العينة او الانتنسيتي كل ما زاد السيجنالز، وهذا مهم بالنسبة لنا علشان نطبق بيرز لو، لانه كل ما اختلفت الانتنسيتي كل ما ادى ذلك الى قراءة مختلفة للجهاز، وبالتالي نطبق البيرز لو ونعرف الكونسنتريشن. حكينا عن اللي هو الفوتوتيوب. الفوتوتيوب هو عبارة عن الأداة الأكثر استخداماً في الترانسديوسرز في اليو بي فيزيبل ريجن. فوتوتيوب أو الفوتوسيل كلها عبارة عن أداة تستغل الفوتو إلكتريك إفكت. زي ما انت شايفين بالصورة في بيكون في عندي هاي أشبه هي بتشبه اللمبة، لكن في الداخل في عنا كاثود، وفي عندي مقابله بيكون في أنود. اللي بيصير انه انا الكاثود هذا بيكون مطلي بفوتو إميسيف كاثود، يعني بيكون
مطلي بمادة إلها خاصية الفوتو إلكتريك، بحيث إنه لما يسقط الضوء زي ما انتم شايفين فوتون بيم هنا، هذا بيؤدي إلى إطلاق كهرباء، فبصير في عندي توصيل كهربائي، فالجهاز هذا بصير يقيس لأنه في كهرباء بين الكاثود وبين الأنود. فمبدأ عمله إنه عندي كاثود، الكاثود مطلي بلاير من مادة فوتو إميسيف ماتيريال، فوتو إميسيف من اسمها، لما يسقط عليها فوتون تعمل إميشن. إميشن لإيش؟ لإلكترون. هي الفوتو تيوب أو الفوتو سيل هو عبارة عن تطبيق للفوتو إلكتريك إفكت وتحويله لأداة بتحول لي اليو في لايت إلى كرنت. طبعا من المواد المستخدمة أو اللي بنطليها على الكاثود السيزيوم أنتوميني، بيستخدم اليو في فيزيبل سيزيوم أو سيلفر لحالهم، بيستخدموا للآي آر ترانسديوسرز اللي بيحول الهيت لكرنت. زي ما انت شايفين هذا برضو فوتوتيوب لكن صورة ثانية، في عندي هنا الكاثود، عندي هنا الأنود، هذا الكاثود يكون مطلي بالمواد اللي حكينا عنها من شوي، سيزيوم أنتوميني أو سيزيوم سيلفر، لما يسقط عليها ضوء بصير في عندي سيران للتيار الكهربائي، إذا صار سيران للتيار الكهربائي صار في عندي سيجنالز، هاي السيجنالز اللي بيحولها الجهاز بالآخر إلى أرقام مقروءة بالنسبة لنا. في نوع ثاني مستخدم كديتكتر أو كترانسديوسرز هو فوتو ملتبلاير تيوب. الفوتو ملتبلاير تيوب هو تقريبا نفس المبدأ، لكن هذا الديفايس فيه قدرة على الامبليفيكيشن. يعني هنا إذا بتشوفوا لما تسقط الفوتون على السطح الكاثود اللي هو فوتو إميسيف كاثود، نفس المبدأ في الفوتو تيوب، هذا بيؤدي إلى إصدار إلكترونات. هنا في عندي بدخل ضمن فاكيوم تيوب أو فاكيوم جلاس، هذا فيه مجموعة من أشياء اسمها دايونودز. هذول الدايونودز لما يضرب فيها الإلكترون راح تعمل أمبليفيكيشن، كل إلكترون بضرب هنا راح يعطيني يولد لي أكثر من إلكترون، فالإلكترون الواحد قد يؤدي إلى تشكل ملايين الإلكترونات، فبالمحصلة بصير في عندي amplification. يعني الامبليفيكيشن اللي هو بالعربي التضخيم، يعني لما يدخل شعاع ضوء واحد ممكن إنه يتكاثر الإلكترونات، بدل ما يطلع عندي فقط إلكترون واحد تكون الكرنت قيمتها بسيطة، فبصير في عندي كرنت أقوى فبصير القراءة أدق، فكأنه كل إلكترون بضرب في الداينود بيعطيني 10 نيو إلكترون، فبصير كل 10 هنا تولدوا، طبعا هاي صورة توضيحية، كل 10 تولدوا على الداينود الثاني بولدوا كمان 10، وهيك تسلسلي حتى إنه ينتج ملايين الإلكترونات. فالهدف منه اللي هو تضخيم السيجنال، بدل ما يكون عندي إلكترون واحد بتحول لملايين الإلكترونات، فبصير دقة القراءة أعلى في الفوتو ملتبلاير تيوب. هذا هو الفوتو ملتبلاير تيوب، تقريبا 10 to the power 7، يعني 10 مليون إلكترون لكل فوتون ديتكتد، يعني كل فوتون بضرب هون، طبعا هو بضرب أعداد ضخمة للفوتونات، لكن إذا فوتون واحد ضرب هنا بيؤدي هذا الامبليفيكيشن إنه يصدر أكثر من 10 مليون إلكترون. فهذا ميزته الفوتو ملتبلاير تيوب، انه سنسيتيفيتي تبعته عاليه. ليش؟ لانه اقل سيجنال تدخل على الفوتو ملتبلاير تيوب بتؤدي الى سيجنالز عاليه، فهو مناسب للاستخدام لما يكون في عندي تركيز واطيه بتؤدي الى ابزوربنس ضعيف، لكن الامبليفيكيشن هذا بيقوي الابزوربنس، بيقوي السيجنالز، فبتطلع عندي الابزوربنس اوضح واوضح. طبعا النوع الثاني اللي هو ثيرمال ترانسديوسرز، هو نفس الفكره، هو بيحول الطاقه الحراريه او الاشعاع الحراري اللي هو راح يكون في الاي ار، تذكروا دائما انه الحراره تشع عن طريق الاي ار، هذا مهمته انه
يحول الحرارة أو الطاقة الحرارية إلى كرن. طبعا نستخدم خاصية البلاك بودي إنه السخونة بتؤدي إلى إشعاع، فإنه كل ما ارتفعت الـ IR الـ radiation اللي ساقطة على thermal transducers بيؤدي إلى current. فهو الفكرة اللي بتميز بيناتها إنه الفوتو ترانسديوسرز أو thermal transducers، هنا الـ thermal transducers بستغلها في الـ IR، دائما أربط بين الأشعة تحت الحمراء والحرارة، لأنه الحرارة تنتقل عن طريق أشعة تحت الحمراء الـ IR. فالثيرمال ترانسديوسرز هو ترانسديوسرز بيحول طاقة أو الراديشن IR إلى كارنت وإلى سيجنال. هيك إحنا بنكون خلصنا الشابتر هذا اللي هو ثيرمال ترانسديوسرز. خليني أوريكم بس هالفيديو على الفوتو ملتبلاير تيوب. أنا آسف، سيجنال بروسيسر أند ريت أوت اللي هو القطعة الأخيرة في الجهاز، هو عبارة عن معالجات كهربائية وهندسية للسيجنالز الطالعة. هاي بالآخر بتحول السيجنالز إلى أبزور، بس يعني ما تهتموا كثير بالتفاصيل المكتوبة قدامكم. الفكرة فقط في السينجل بروسيسر إنه بيعمل معالجة للداتا، بيحاول يخفف من النويز، بيحاول يزيد من السيجنالز، بيحاول إنه يحسن من الكارنت الكهربائي. لكن هذا البروسيسر مهمته اللي بدكم تعرفوه، هو مهمته انه يعمل بروسيسنج للداتا، يعالجها، وبالاخير تطلع عندي ك ابزوربانس واضح لي اني اقراه. طيب اورجيكم الفيديو. طبعا هذا الفيديو في البداية بس في شوية شرح عن الفوتو إلكتريك إفكت. زي ما انتم شايفين هذا هو فوتو إميسيف ماتيريال، لما يسقط عليها الضوء بيؤدي إلى إصدار إلكترونات. خليني أشغل الفيديو. زي ما انتم شايفين سقوط الضوء على السطح بيؤدي إلى إصدار الإلكترونات. طيب خلينا نشوف الفوتو ملتبلاير تيوب. فوتو ملتبلاير تيوب زي ما انتم شايفين عبارة عن كاثود وأنود، لما يسقط الضوء زي ما انت شايفين بصير في عندي كارنت. ملاحظين سقوط الضوء بيؤدي إلى الأزرق هذا الإلكترونات أو الكارنت، فانت زي ما انت شايفين هنا لو كان في عندي ميتر راح أدي إلى تحرك الميتر، ومعناته بحوله إلى سيجنالز كهربائية. نشوف الفوتو ملتبلاير تيوب. زي ما حكينا في عندي داينودز وفي عندي الكاثود زي الموجود بالفوتو تيوب. هسه بنشوف لما يسقط ضوء واحد شو راح يصير له. راح يطلب اول شيء الكترونات، كل الكترون يعطيني اكثر من واحد، كل واحد 10، زي ما انتم شايفين بصير عندي الكترون واحد بدخل، لكن بصير في عندي امبليفيكيشن للتيوب، فهذا بيؤدي. خلينا نشوفه بس كمان مره. هذا كمان مره بتدخل الفوتون، بعدين الفوتون بيضرب الكترونات، تصير الالكترونات تصير لهم تضخيم على الداينودز، بالآخر بصل للأنود بصير في عندي قراءة للتيار، فالإلكترون الواحد بتحول لملايين الإلكترونات وبيؤدي إلى سنسيتيفيتي أعلى. خلينا نروح مباشرة على الشابتر اللي بعد هيك عشان نضلنا مواكبين مع باقي الشعب. راح نبلش في هذا الشابتر نحكي عن الـ UV Visible Spectroscopy Application. هذا الشابتر معظمه موجود في شابتر رقم 13 في سكوب في التكست بوك اللي معكم. طبعا أتوقع أنكم أوريدي عملتوا تجربة الـ UV Visible Spectrophotometry. طبعا راح تلاحظوا مجموعة من المصطلحات، خليني أحكي لكم إياها، اللي هي Spectroscopy, Spectrometer, سبكتروفوتوميتر. الملخص الموضوع، السبكتروسكوبي هو اسم التكنيك بشكل عام، فحكينا السبكتروسكوبي هو
أي تكنيك نستخدم تفاعل الضوء مع المادة. سبكتروميتر عادة هذا الجهاز نحكي عنه سبكتروميتر. سبكتروميتر اللي هو بيستغل السبكتروسكوبي في تحليل العينات. مرات تقرأوا سبكترو فوتو ميتر عادة، طبعا الفرق مش كثير، ممكن يستخدمه بالتبادل، لكن عادة سبكترو فوتو ميتر معناته انه الجهاز فيه برضه فيزيبل جاي من 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 الفوتومتري، لكن مش موضوع مش كثير يعني مهم. لكن الفكرة انه سبكتروسكوبي هو التكنيك بشكل عام، فهو احنا راح ندرس هسه اليو في فيزيبل سبكتروسكوبي اللي هو تفاعل المادة مع اليو في فيزيبل ريجن راديشن وما ينشأ عنه من حسابات كمية او نوعية. اما السبكتروميتر او سبكتروفوتوميتر هو اسم الجهاز، هذا الجهاز اسمه سبكتروميتر. فانا لو بدي اروح ادور اشتري جهاز راح ادور على جهاز كنا اسميه يو في فيزيبل سبكتروميتر، هذا اللي هو الجهاز. طيب الجهاز هذا راح نتعلم استخدامات هذا الجهاز في الكواليتاتيف اللي هو بشكل رئيسي الايدنتيفيكيشن والكوانتيتيشن ميجرمنت. في الكوانتيتيشن راح نتعلم اللي هو البيرز لو بشكل رئيسي اللي هو يستخدم في انشاء علاقات كميه باستخدام اليو في فيزيبل سبكتروسكوبي. في الصناعه الدوائيه وفي الفارماكوبيا كثير مستخدمه اليو في فيزيبل، تقريبا من اهم اجهزه الديتكشن في الفارماكوبيا هي اليو في فيزيبل سبكتروسكوبي وبشكل رئيسي اليو في. يعني اكثر شيء مستخدم في الفارماكوبيا اللي هو اليو في سبكتروسكوبي. طبعا مش انه هذا الجهاز اكثر شيء الجهاز مستخدم، راح نتعلم لاحقا ان شاء الله في تشابتر ال HPLC. جهاز ال HPLC جهاز فصل بيكون مشبوك مع ديتكتر، هذا الديتكتر هو بيكون جهاز يو في سبكتروميتر. فهو اما الجهاز اللي شفتوه انتم في اللاب جهاز بتقيسه وتحطه فيه سامبل سيلز، او بيكون مشبوك مع جهاز اليو في، اثنين نفس المبدا جهازين يو في سبكتروميتر. اكثر طرق تحليل موجوده في الصناعه الدوائيه هي هذا السيت اب، انه اتش بي ال سي مربوط بيو في سبكتروميتر. طبعا جهاز اليو في سبكتروميتر المربوط في الاتش بي ال سي 100% زي جهاز اليو في اللي امامكم مع شويه تحويرات بسيطه راح نشرحها في الاتش بي ال سي، لكن هو بالاخر داخل هذا اليو في في عندي لمبه سورس، وفي عندي مونوكروميتر، وفي عندي سامبل سيل، وفي عندي ترانسديوسر بقرا الضوء الساقط عليه. فهو من اكثر الديتكشن في الفارماكوبيا او يكاد يكون فوق 90% 95% هو الاستخدام اليو في فيزيبل سبكترو سكوبي. استخدامه بالفارماكوبيا واستخدامه بالصناعه الدوائيه للاكتيف انجريدينت والاكسيبيانس، المواد الفعاله والمواد غير الفعاليه. الفعاله اما بستخدمه في الايدنتيفيكيشن كواليتاتيف اناليسز، والاكثر استخدام اللي هو الكوانتيتاتيف اناليسز. طبعا تذكروا دائما احنا عندنا رينج اليو في للفيزيبل من 200 لحد 700 نانو متر، هذا هو اكثر استخدام في الصناعه الدوائيه، والاكثر اكثر شيء بين 200 تقريبا وال 400 نانومتر، هذا اكثر رينج مستخدم في الفارما كوبيا. ان شاء الله في نهايه هذا التشابتر راح نوريكم مونوغراف، والمونوغراف هذا فيه ابلكيشن عن الايدنتيفيكيشن او كوانتيتيف اناليسيس. طبعا مراجعه اللي حكيناه في مقدمه السبكتروسكوبي لما حكينا عن الترانزيشن واسباب الترانزيشن، اذا تتذكروا انه انا الانرجي الساقطه على الموليكيول بتؤدي الى ابزوربشن. طبعا احنا راح نحكي هسه عن اليو في والفيزبل رينج فقط. هسه اذا بتتذكروا لما حكينا عن الترانزيشن اللي في الموليكيول حكينا انه بنفسرها عاده عن طريق الموليكيول اوربيتال ثيوري، اللي هو انتقال الالكترونات بين
الاوربيتلز. فحكينا انه في عندي الالاود اللي هم السيجما تو سيجما ستار، باي تو باي ستار، ان تو باي ستار، وان تو سيجما ستار. هسه هنا في نقطه مهمه بدي اياكم تركزوا عليها، انه ترتيب الطاقه الانتقال، اقل انتقال فيهم عاده بيكون كانرجي هو باي تو باي ستار وان تو باي ستار. ده بدي ارسم لكم اياها على اليمين هنا، سيجما باي، سيجما باي ان باي ستار سيجما ستار. هاي اللي هي الان. الانتقال هذا باي تو باي ستار وان تو باي ستار، هذا اقل طاقة موجود. اعلى طاقة موجودة اللي هي سيجما تو سيجما ستار والان تو سيجما ستار. طبعا احنا حكينا كل ما زادت الانرجي، او كل ما زاد الفرق في المدارات، كل ما زادت الانرجي المحتاجتها. الانرجي هاي اللي هي بين باي تو باي ستار وان تو باي ستار، عادة بتكون الطاقة تبعتها في منطقة اليو في فيزيبل. فاليو في فيزيبل عادة بصير للمواد اللي فيها باي وفيها ان. كمان مرة يعني نتخيل هذا المركب اللي على ايدكم الشمال اللي هو الميثان. الميثان ما فيه غير سيجما، لا فيه ان ولا فيه باي. فالانتقال الوحيد الممكن هو سيجما تو سيجما ستار. سيجما تو سيجما ستار عادة يحصل عند أقل من 185 نانومتر، يعني الطاقة تبعته أعلى من طاقة اليو في. ذكروا أن العلاقة بين اللامدا وبين الانيرجي علاقة عكسية. فهذا الانتقال اللي هو سيجما تو سيجما ستار بده طاقة أعلى من طاقة اليو في. علشان هيك إذا هذا المركب بحاول أقرأ له على اليو في ما راح ألاقي أبزوربانس. ليش؟ لأنه ما فيه انتقال في الانيرجي أو انتقال مناسب لليو في. اللي بدي اياكم دائما تتذكروه ويكون حاضر بذهنكم، وجود الباي بشكل رئيسي هو سبب وجود ابزوربنس باليو في والفيزبل. اختفاء الباي بيؤدي الى اغلب الظن انه ما في عندي ابزوربنس لليو في. طبعا وجود الان قد يوجد ابزوربنس في اليو في لكنه ضعيف. طلعوا اللامدا اللي لما تكون ان تو باي ستار عاده بين 150 ل 250، يعني يا دوب داخل في منطقه اليو في. تذكروا اليو في من 200 وطالع. فهو الان اللي هو ايش الان اللي هو اللون بير، يعني اذا بعطيك هذا المركب أنا مباشرة بقول لكم هذا المركب ما إله أبزوربنس في منطقة اليو في والفيزيبل. ليش؟ لأنه هذا المركب ما فيه لون بير وما فيه باي. كمان مرة، اللون بير اللي هم الان، الباي اللي هم الدبل بوند، هم المسؤولين الرئيسيين عن وجود يو في أو فيزيبل سبيكترام للمولكيول. المولكيول اللي ما فيه باي أو ما فيه لون بير ما له ابزوربنس بي اليو في فيزيبل. ليش؟ لانه الفرق في الطاقه لانتقال سيجما وسيجما ستار او ان تو سيجما ستار باي ستار اسف بيكون عاده في منطقه اليو في، لانه الطاقه المصاحبه له كافيه. اعلى من هيك اللي هو الفرق اكبر سيجما سيجما ستارز، بدي اروح على انرجي اعلى شوي من اليو في، بسموها فاكيوم يو في، لكن مش موضوعنا. موضوعنا انه absorbance للمولكيول في اليو في فيزيبل عادة يوجد بسبب وجود ان او باي. يعني اذا بعطيك هذا المركب، اوكي هذا المركب فيه باي، ما دام فيه باي معناته فيه absorbance في اليو في. بديكم دائما تخلوا هاي في ذهنكم، وجود الدبل بوند وجود الباي، وجود الباي معناته وجود يو في او فيزيبل سبكتروسكوبي، عدم وجود باي وعدم وجود لون بير معناته ما في عندي absorbance لهذا الملكيول. يعني إذا بكون عندي ملكيول زي هذا الملكيول، أو مثلا عندي سايكلوهكسان، سايكلوهكسان من العبث أني أنا أروح أجرب أحلله على جهاز UV spectroscopy لأنه ما إله absorption، ما بتفاعل السايكلوهكسان
مع الضوء اليوفي فيزبل ريجن، بتفاعل مع الضوء بس مش بهاي الريجن. لو كان عندي بنزين في المقابل، بنزين فيه 3 باي، هذا ممتاز لليوفي سبكتروسكوبي، بحلله بسهولة. هذا لا يمكن اني احلله باليوفي سبكتروسكوبي. حكينا هون انه في عندي انا باي سيجما ان تو باي ستار، حكينا انه هاي الانتقالين بشكل رئيسي هو الباي تو سيجما ستار والان تو سيجما تو باي ستار، هم في منطقه يو في فيزيبل، في منطقه اليو في فيزيبل. اما الانتقال الاعلى في الطاقه اللي هو بين هذا وهذا، اللي هو هذا وهذا، هذول في منطقه طاقتهم اعلى من طاقه اليو في. طبعا اتذكر انه باقي الاثنين الممكن فوربيدن وغير مسموحين اصلا، فانا من هذول الاربعه تقريبا هذول هم سبب اليو في فيزيبل سبكتروسكوبي، وبالتالي وجود الدبل بوند او وجود اللون بير، الان اللي هي موجوده بسبب اللون بير، والباي هي موجوده بسبب الدبل بوند. طبعا معظم الاورجانيك كومباوند ممكن يصير لها ابزوربشن في الالكتروماجنتيك راديشن كمولكيول، كيف زي ما حكينا اذا كان في عندي ان الكترون، الكترونات غير رابطه او دبل بوند. يعني اذا اطلعت على هذا المولكيول، هذا المولكيول محتمل وجود يو في سبكتروسكوبي اللي بسبب وجود لون بير، هذول اللون بير اللي هم ربطهم عندك بالان. هذا المركب موجود لو يو في سبكتروسكوبي. هسه على كم بمتص او شدته هذا موضوع ثاني راح نحكي عنه لاحقا، لكن وجود الباي والان معناته في احتماليه لليو في. ممكن اروح اقراهم على الجهاز ما يكونوا الابزوربشن قوي او ابزوربشن كبير، لكن احتماليه وجوده قائمه. اما انه انا افكر في السايكلوهيكسان انه يكون له ابزوربنس، فهذا في اليو في مستحيل يكون للسايكلوهيكسان، لانه لا فيه ان ولا فيه باي. هاي زي ما حكينا وجود بشكل رئيسي، طبعا وجود الباي بوند معناته يو في ابزوربشن، عدم وجود الباي بوند تقريبا ما في عندي يو في absorption. ففي مصطلح نحكي عنه في السلايدات القادمة كمان، اللي هو الكروموفور. الكروموفور هو الجزء داخل الجزء المسؤول عن امتصاص اليو في. يعني إذا أنا كان عندي هذا المركب، أنا أرسمه بهالطريقة، هاي الدبل بوند، هاي الكروموفور، هذا الجزء من الستركتشر اللي بسبب وجوده أدى إلى امتصاص الضوء. فالكروموفور كمان مرة هو الجزء داخل المركب اللي بسبب وجوده صار في عندي امتصاص لليو في فيزيبل. مثلا هذا المركب ما فيه كروموفور، هذا المركب فيه أكثر من كروموفور، فيه هذا كروموفور، فيه هذا كروموفور. هذا المركب سايكلوهيكسان ما فيه كروموفور، ما فيه جزء داخل هذا الستركتر بيخلي المركب انه يمتص. كمان مره من اكثر واهم اسباب الابزوربشن في اليو في سبكتروسكوبي هو وجود الدبل بوند. فتلقائي بس شوف دبل بوند اعرف انه في عندي يو في سبكتروسكوبي. تعريف الكروموفور هو الجزء داخل المركب اللي بسبب وجوده بيؤدي الى حصول الابزوربشن. طبعا تذكر كمان انه وجود الان تو باي ستار بيؤدي الى اليو في سبكتروسكوبي، لكن لاحظوا انه اذا ما كان في دبل بوند ما كان راح يكون عندي اصلا ان تو باي ستار. فحتى المواد اللي بيكون فيها فقط لون بير راح يكون انتقالها ضعيف، ضعيف جدا، لانه الباي نفسها مش موجوده. فكمان مره تذكروا دائما خلال شغلكم اذا اشتغلتوا في الكيمياء التحليليه او اشتغلتوا في المختبرات انه وجود الدبل بوند معناته في يو في سبكتروميتري، عدم وجود الدبل بوند تقريبا ما في عندي سبكترو فوتومتري. هذا تقريبا ملخص للي حكيناه لكنه مكتوب. وجود الباي بوند، وجود يو في سبكتروسكوبي،
ما في عندي باي بوند، ما في عندي يو في سبكتروسكوبي، لانه الانتقال الرئيسي اللي بيولد ابزوربشن في اليو في سبكتروسكوبي هو انتقال بين الان والباي ستار والبايت والباي ستارز. فوجود الانساتوريتد فانكشنال جروب، تذكروا من الكيمياء العضويه الانساتوريتد اللي هو غير مشبع، يعني هذا الكان مشبع، هذا غير مشبع بسبب وجود دبل بوند. الانساتوريتد فانكشنال جروب زي الالكين، زي الكربونيل او الكيتون او الالديهايد، زي السيانايد، زي الايميد، اي وجود دبل بوند، اي دبل بوند تشوفها هذا مؤشر اذا في عندي احتماليه عاليه لوجود اليو في فيزبل ابزوربشن. نعم، شفنا هذا مجموعه من المركبات، طبعا كل هاي المركبات في لها إلها موجود فيها unsaturated compound. فهذول الكومباوند كلهم فيهم كروموفور، ما دام في لهم absorbance على ال UV visible معناته فيهم كروموفور، يعني هذا المركب في عندي أنا هون دبل بوند، هون عندي دبل بوند، هذول الاثنين بيأدوا إلى absorbance. زي ما انت شايفين هنا عندي two band، هذول band عرفوهم واحدة N to pi star، واحدة pi to pi star. هذا المركب اللي على إيدكم اليمين هذا برضه في عندي دبل بوند، واحدة اثنتين ثلاثة، فإذا أنتم شايفين في إله أبزر. طبعا قيمة الترانزيشن بين مركب ومركب راح تختلف، مكانها راح يختلف لأنه الطاقات بين الملكيول مختلفة. يعني إذا أنتم ملاحظين هنا هذا المركب عند حوالي 250، هذا المركب هنا يمكن عند حوالي 270، هذا المركب اللي هون يمكن عند حوالي 200. فمكان الترانزيشن الموجود في المركب بيعتمد على طبيعة الكومباوند، فكل ما اختلفت مدارات الطاقة راح تختلف الترانزيشن. لكن الفكرة انه وجود الباي هو وجود الابزوربشن، على كم الابزوربشن موضوع ثاني، كم راح يطلع، كم قيمته، وين مكان الابزوربشن موضوع مختلف، لكن وجوده بسبب وجود الباي بوند. هنا مجموعة من الـ common chromophores، common chromophore. كمان مرة، شو يعني chromophore؟ chromophore هو الـ functional group أو الـ structure داخل الـ المركب اللي بناء عليه بصير في امتصاص في الـ UV visible، أو بسبب وجوده بصير في عند امتصاص. زي ما أنتم ملاحظين هنا كل هذول المركبات الموجودة أمامكم فيها على الأقل double bond واحدة أو أكثر. زي ما أنتم شايفين هنا عندي الانهبتين، التريبل بوند، عندي الكربونيل بوند، وعندي اللي هو الكربوكسيليك بوند. حتى لو هذا مكتوب هيك انتبهوا انه هذا هيك طبعا تتفاوت، يعني الابزوربشن بتفاوت، كل ما زاد الباي كل ما زاد عدده بيزيد الابزوربشن. يعني اذا بتطلع هنا عندي الباي الوحده تقريبا يا دوب في منطقه اليوفي، يعني 177 180، يعني يا دوب على 200. لكن عندي هنا 2 باي بوند، فاحنا شايفين في عندي مش ابزوربنس واحد، عندي ابزوربنس بين 187 و200، عندي 225، هذول النانومتر اللامدا. مثلا اذا بتطلع فرضا على الكربوكسيليك اسيد عند ال 204، الكربونيل كومباوند هذا بنطس عند 180 عند 186. طبعا هون نفصل لي تقريبا شو هم الانتقالات، مش مهم، انا ما بدي اياكم تتذكروا هاي التفاصيل انه كل مركب ايش الانتقال تبعه، لا، انا بدي اياكم تعرفوا انه في جداول لكل فانكشنال جروب. يعني اذا كنتك تعرف انه هذا الابزوربنس محتمل لايش، يعني محتمل شكيل، يعني اذا كان عندك سكان بدك تشوف هذا الابزوربنس جاي عندي على 280، باجي بتطلع على هون بقول مين في هذولا فيه تقريبا 280، بقول والله هو عندي هون واحد 280 وعندي واحد هون ثاني 280. فقد يكون الكومباوند عندي اللي هو كيتون، وقد يكون عندي نايترو كومباوند، كيف نوع من انواع اللي هو الهند. لكن ما دام عندي ابزورب 280 بستبعد تماما انه يكون الكين، لانه الالكين حسب هذا الجدول ويعطيني عند 177. فزي ما حكيت لكم هاي الجداول جداول مرجعية ممكن تستخدمها أنت في تحليلك لأي سبكتروسكوبي، تعطيني كل فانكشنال جروب
شو الابزوربنس المتوقع لهذول الفانكشن الجروب. راح نبلش نحكي من المحاضره القادمه ان شاء الله شوي عن البنزين وعن كروموفور البنزين. وفي عندي إشي اسمه اي باند وبي باند في البنزين، راح نتعرف عليها اكثر ان شاء الله في المحاضره القادمه. خلي احضركم جدول الحضور والغياب، اللي عنده سؤال ممكن يرفع ايده. في معنا لسه كم من دقيقة، ممكن أوريكم كمان الفيديو. هاي الفيديوهات رح نرجع نشوفها في يوم الجمعة إن شاء الله. هذا الفيديو للKBR ديسك. KBR ديسك خلينا نمشي بس. زي ما شايفين هنا المورتر عن بيستل هو اللي بستخدمه في طحن العينة. طبعا هذا هو جهاز الاي ار سبكتروسكوبي. أنا بالمحصلة بدي أحط الـ IR ديسك في هاي المنطقة. شو حضروا؟ اوكي. طبعا هنا خلط في المورتر بيستل، طحنه، بعدين حضر المواد هاي اللي بده يكبس فيها. هنا هو المكبس. شوف الله اذا بكبسها امامكم. هذا اللي هو هاي العتلة اللي عندك اليمين هي اللي بتعطيني البريشر. اشوف. اوكي. شايفين هنا طبعا لازم ننظف المواد، لانه اذا كان في تريسز من الرطوبه بيؤدي الى وجود امصاص للمي. فهو بالعاده لما نيجي نعمل احنا التجربه بننظف الادوات تماما عشان نخلص الوتر. طبعا بضيف عليها شويه يمكن ايثانول اذا كان في عالق اي وسخ. خليني اقدم العينه شوي بيدي شوي. وانظفها تماما، منظف البستل بده يكون طبعا. هنا خلط الكي بي ار زي ما شايفين بطحن فيه، بعدين بركب اللي هو الاداه هاي المعدنيه اللي امامكم، بجهز عشان يعمل الكي بي ار ديسك. هنا راح يجيب الكي بي ار والانالايت اللي جهزه، راح ينقل كمية على البيستل، بعدين يحطها القطعة المعدنية ويحطها داخل المكبس ويكبس. خلينا نشوف برا كيف هسه راح يكبسها في الجهاز. هذا هو المكبس، يحط القطعة بعدين ثبت المعدن عليه، بعدين بستخدم العدل اللي عايده اليمين علشان يزيد البرشر. هون بيعطيني مقدار البرشر على العينه لما يصل ل 10 طن بصير مناسب. زي ما شايفين بضلوا باستخدام هذا العتله لما يكبس الديسك على 10 طن. هي اذا ملاحظين هم اشر انه وين ال 10 طن علشان هذا، وبتركه دقيقتين علشان يتشكل الديسك بطريقه مناسبه. بعد هيك بفك الضغط، فك العينة بطول الديسك من جوا. طبعا عشان يفك الديسك لازم يحط الهاي داخل عشان يرجع يطلعه بغض النظر. لكن لاحظوا معي هنا هاي الديسك هذا اللي باللون الابيض، هذا هو ديسك الكي بي ار بعد ما كبسناه على هذا الجهاز. باخذ الديسك بحطه في هولدر. هذا الهولدر راح تشوفه هو اللي راح يحطه في جهاز الاي ار. هذا الهولدر هيحط الديسك جواته، هي الابيض صار جواته. باخذه هذا الهولدر هذا باخذه بمسكه بوديه على جهاز الاي ار وبقرا عين. شايفين جهاز الاي ار
بيفتح الجهاز بيحط الديسك في مجرى الضوء. هيك صار الضوء اللي ساقط من هون من المونوكروميتر أو من السورس بطرب في الديسك وبروح على الديتكتر. نرجع إن شاء الله في محاضرة يوم الجمعة ممكن إنه نشوف هذا الفيديو كمان مرة. طيب الجميع أشوف سجلته، مش كلكم لسه مسجل؟ وئام مش ضابط معك، تفضل يا بيان. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكي. دكتور بس أنا بدي أحكي لك إنه يعني قاعد أحضر على تليفون ثاني وماسكة تليفوني فسجلت مرتين، مش عارف أنا خايف يكون ما سجل أصلاً على الحضور. سجلت من تليفوني سجل ومن الثاني سجل. دقيقة أشوف لك يا بيان. بيان موجود اسمك يا أخي. تمام دكتور، شكراً. أهلاً. مين فاطمة؟ تفضل يا فاطمة. كنت بدي أسأل يعني إحنا لو عنا مادة ونستخدم لها UV شرط وجود الباي بس مش نعم. كل الانتقالات حتصير يعني مش حيصير عندنا إشي لسيجما. لا هو سيجما موجود أكيد يعني الانتقال سيجما. يعني لما كنا ناخذ دكتور كنا ناخذ كل الاحتمالات من ان لباي ستار من باي كلها ناخذها، لكن انت بتحكي لنا بانه باليو بي فيزيبل مش كلها حتصير. نعم هسه الانتقال بصير لكن طاقه الانتقال اللي باليو بي فيزيبل هي اللي ان تو باي ستار او باي تو باي ستار. هسه السيجما سيجما ستار بتصير اذا اعطيتيه طاقه اعلى من اليو بي. خلص اوكي تمام. عبد الرحمن، اوكي عبد الرحمن هسه بعمل لك الموضوع. شو اذا في اسئله ولا ما في اسئله؟ ضايل طيب خليني معناته اوقف التسجيل. اللي عنده محاضره ممكن يغادر، ممكن يغادر محاضرة.